الشخص اللي بيكتب لي خطاب التوصية مش بيعرف يكتب كويس باللغة الإنجليزية، هل ممكن أقدم خطاب توصية بالعربي؟ ممكن نقدم خطابات التوصية باللغة العربية، ودي بنشوفها كتير بالذات في البرامج اللي هي بتحدد مين اللي المفروض يكتب خطاب التوصية، زي برنامج زمالة الهوبرت هامفري، وده بيحدد ان المدير المباشر هو يعمل لي واحد من خطابات التوصية المطلوبة. ساعات المدير المباشر بيكون مش مرتاح ان هو يكتب خطاب توصية وافي باللغة الإنجليزية، وفي الحالة دي بنطلب ان هو يعمله باللغة العربية، والمتقدم بياخد الخطاب ده بيروح بيه مكتب ترجمة معتمدة ويترجمه للغة الإنجليزية، وبعد كده بيقدم النسخة الأصلي العربي مع الترجمة الإنجليزي كنسخة ورقية الاتنين مع بعض، ويقدمهم للهيئة قبل الديدلاين.